أنا اسمي أحمد محمد عبدين فخراني من دندرة، بشتغل في الفخار وحاليا ساكن في جبل المراجدة، أمارس المهنة هناك عشان هناك في دندرة برضك المعايش والبيوت داقة. هنا أنا قاعد في الجبل عشان خاطر المهنة تحت حد الوسط. كلمني عن بداية مهنة بداية شغلك في الفخار. الفخار برضك ورثت عن أبوي وجدي لصنعة الفخار، وشغالين فيها وبنصنع في الفخار برضك. هي مهنة الفخار هنا في قنا كبيرة، فيها كذا مهنة، تبتدي من اللي هي الفخار البرام ده اللي هو بياكلوا فيه، تبتدي من اللي هو برضك في صنايعية بتعمل الزيار، وفي ناس بتعمل اللي هي العلاوة للجبن والمية، برضك في اللي هي القلل اللي هي مشهورة عند السيد عبد الرحيم مصانع القلل، وفي برضك مصانع اللي هي للعلاوي بتعمل فيها الجبن والزيار. انت تخصصك ايه؟ أنا تخصصي اللي هي الطواجن دي اللي هي الفخار دي، بس اللي هي بتعمل من الناس تاكل فيها اللحمة تخصص السنة.